السلام عليكم. الذئب هو أكبر حيوان من فصيلة الكلبيات، والأحافير اللي وجدوها بتدل إن الذئاب كانت موجودة على وجه الأرض من حوالي 300 ألف سنة، وبكده تكون من الحيوانات اللي قدرت تنجو بحياتها من حادثة الانقراض الجماعي اللي حصلت في أواخر العصر الجليدي الأخير، والعلماء اكتشفوا منه أنواع كتير قوي، بس العدد الفعلي لسه ما استقروش عليه، وبتقدر تتكيف مع أي بيئة من غابات وصحاري وجبال وأراضي عشبية ومناطق حضرية. يلا بينا نعرف أكتر عنه. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. حجم ووزن الذئب بيختلفوا على حسب موطنه، بيتراوح ارتفاعه من نص متر لمتر تقريبا، ووزنه تقريبا 25 كيلو جرام وممكن يوصل ل 85 كيلو جرام، وبيتراوح طول الذئب من مناخيره لديله من متر لمترين، وسرعته بتتراوح من 10 كيلو متر ل 65 كيلو متر، وهو بيطارد الفريسة بتاعته. ممكن يعمل قفزة توصل لسبعة متر تقريبا، وسرعته مش عالية قوي، علشان كده بيعتمد على بنيته الجسدية وهو بيصطاد اللي بتخليه يتحرك بسهولة. حجم الكف الأمامي عنده أكبر من الخلفي اللي بيساعده على حفظ التوازن بتاعه، وكل كف فيه خمس صوابع، وعنده أوعية دموية خاصة في بطن القدم بتساعده إنه يمشي في الأماكن الباردة من غير ما يتجمد، وبيمتلك غدد بين صوابعه بتفرز روائح مميزة بتسيب علامات كيميائية لباقي القطيع بتاعها بيعرفهم خط سيرهم ليقدروا يوصلوا بسهولة لمكانهم. عنده الفك العلوي فيه 6 قواطع ونابين و8 طواحن و4 ضروس، والفك السفلي نفس عدد القواطع والأنياب والطواحن، ما عدا الضروس عنده 6 بس، وبيعتمد بشكل أساسي في أكله على 4 طواحن اللي فوق والضروس اللي تحت، والأنياب بتاعته بتساعده إن يمسك الفريسة بتاعته بإحكام، والعضة بتاعته قوية جدا ممكن توصل ل10,000 كيلو باسكال، من قوتها بيقدر إنه يكسر عظم الفريسة. الذئاب بتتزاوج في العادة ما بين شهر يناير وإبريل، لأن دورة الأنثى بتيجي مرة واحدة بس في السنة، وبتستمر من 5 لـ14 يوم، الفترة اللي بيحصل فيها التزاوج، وفترة الحمل بتستمر 60 أو 63 يوم، وفي البطن الواحدة بتجيب 5 أو 6 جراء، وفي حالات نادرة ممكن توصل ل17 جرو. الصغار بتفضل في الجحر بتاعها بعد ما تتولد لمدة شهرين، والجحر بتاعها في الغالب بيكون على أرض مرتفعة وقريب من مصدر للمية، والجراء بتتولد صماء عمياء وبتعتمد على الأم في بداية حياتها، وبتفضل أسبوعين تشرب حليب الأم عادي، وبعد أسبوعين بيبدأوا في أكل اللحم وأمهم بتساعدهم، وبيتفطموا بعد 10 أسابيع من الولادة، والجراء بتبدأ تعتمد على نفسها واحدة واحدة. بعد 5 أسابيع من الولادة بيبدأ ياخد جولة في المنطقة المحيطة بالجحر بتاعه، وما بيروحش بعيد، مسافة ميل واحد بس، وبتنضم الجراء لباقي القطيع وهم بيصطادهم لما تكون قادرة على كده خلاص، وبتفضل مع القطيع تصطاد لحد 8 شهور زي فترة كده تحت التمرين بيتعلم فيها مهارات الصيد، وبعد كده بيكون حجمه مناسب وتعلم ازاي يصطاد، يقدر بعدها انه يعتمد على نفسه في الصيد. وبتبلغ الجراء مرحلة النضوج الجنسي بعد 2 أو 3 من الولادة، وبتسيب القطيع للدور على نصها التاني للتكاثر، وبتعيش من 6 لـ10 سنين في البرية بحريتها، وممكن تعيش ضعف المدة دي لو تعرضت للأسر. وداء الكلب من أخطر الأمراض اللي ممكن تنقله الذئاب، بالرغم إنه مش فيها أساساً، بس ممكن تلقطه. والعدوى اللي بينقلها الذئب للبشر عن طريق العض كانت بتموت على طول قبل ما يكتشفوا لقاح ليها، ولو اتعرضت لهجوم شديد وكان قريب من الراس مش هينفع معاك أي لقاح، لأن المرض هينتشر بسرعة كبيرة وهيؤدي للوفاة. والذئاب بيخافوا على بعض قوي، لو اتعرض ذئب في القطيع لمرض وممكن ينقل العدوى بيسيب القطيع بتاعه، علشان مفيش أي حد من أفراد القطيع ياخد العدوى. الذئاب بتحب تعيش دايما في قطيع، وفي العادة بيتكون من 8 أفراد وممكن يوصل ل36 فرد، ومن الصعب انك تلاقي ذئب لوحده كده منفرد في البرية، الا مثلا لو كان كبير في السن واتطرد من القطيع بتاعه، او وصل لمرحلة النضج وبيدور على شريكة حياته. ويعتبر الذئب من اوفى الحيوانات اللي بيتجوز مرة واحدة بس، ومن النادر ما تلاقيه بيتجوز اكتر من مرة، بتكون حالات استثنائية كده على الماشي بس مش اكتر.
والجراء من النوعية المطيعة اللي بتسمع كلام أبوها وأمها حتى لما توصل مرحلة البلوغ الجنسي، وبتساعد في تربية الجراء الصغيرة اللي بتيجي بعد ما هم يكبروا. كل قطيع من الذئاب بيحب يحدد المنطقة اللي مسيطر عليها اللي بتوصل مساحتها ل 200 كيلومتر مربع، وبيغطي يوميا 25 كيلومتر مربع من المنطقة بتاعتها، وبتعلم المنطقة الخاصة بيها عن طريق الروائح والعواء. والعواء هو الوسيلة الأساسية اللي بيبعد بيها أي قطيع تاني، وهو اللي بيسيب مسافة آمنة ما بين كل قطيع والتاني، وده أهم عامل في تقليل الصراعات ما بين قطائع الذئاب، لأن السبب الرئيسي لفقدان الذئاب بيكون من الصراعات. نسبة 90% من الذئاب اللي بيلاقوها مقتولة بتكون تخطط حدود قطيع تاني، وبينشأ صراع دموي مصير الموت أو الإصابات الخطيرة اللي تؤدي للوفاة. الذئاب بتقدر تطارد الفريسة بتاعتها مسافة بتوصل ل 36 كيلومتر، وفي العادة بتصطاد الفرايس السهلة في الصيد اللي تعودت على شكلها، وما بتهاجمش البشر لأن شكله غريب بالنسبة ليها إلا لو حاول الاقتراب من الجراء بتوعها. بتكون عدوانية جدا في التعامل معاه، والعضة الواحدة بتسبب جروح بتوصل من 10 ل 15 سنتيمتر، وبيتعاونوا مع بعض لو الفريسة كبيرة، وتلات عضات منه كفيلة قوي بأكبر فريسة ممكن تواجهه، وبيقدر ياكل من 3 ل 3.5 كيلو من اللحمة في المرة الواحدة من الفريسة، ولو جعان يقدر ياكل من 13 ل 15 كيلو من اللحمة، وبيحتاج 1500 كيلو من اللحمة كل سنة ليقدر يعيش، مع العلم انه ممكن يعيش 17 يوم من غير اكل خالص، ونشاطه العضلي شغال زي ما هو مفيش فيه اي مشكلة، والمعدة بتاعته تقدر تستوعب 7.5 لتر من المية، وبيحب يشرب مية كتير لتحميه من الاصابة بالفشل الكلوي الحاد. وبتتعرض الذئاب لمخاطر الصيد بسبب ومن غير سبب، وعملوا محميات لحماية كذا نوع من الانقراض ودراسة سلوكها. ولو حابب اننا نتكلم عن حيوان معين قولنا عليه، وما تنساش تقولنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك، ونشوفكم على خير في نوا جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.